أهلا وسهلا فيكم متابعينا. نقدر نحضر كباب الدجاج؟ طبعا بنقدر، وبالبيت، وبأطيب كمان من النكهات الجاهزة، كمان بدون فحم باستخدام الفرن. بس رح نحصل على أطيب وصفة. رح نبدأ أولا باستخدام الفود بروسيسر. نقدر نستخدم مطحنة اللحم العادية، كمان لو مش متوفرة الفود بروسيسر. رح أضيف عندي هون نص كيلو من صدور الدجاج، أنا قطعتها لشرائح رفيعة حتى أسهل عمل الفود بروسيسر. معروف انه صدور الدجاج بتكون جافة شوي، فيا اما بنستخدم صدر دجاج مع ورك دجاج حتى يعطيني طراوة او رطوبة للحم، بس انا ما بفضل استخدم الورك لانه بيحتوي على اربطة، فبفضل اضيف معلقة كبيرة من لية الخروف او دهن الخروف لانه بيعطيني الطراوة او الدهن اللازم لتماسك قطع صدور الدجاج. رح اطحن هدول المكونين بس لحالهم مع بعض ليصيروا عندي عجينة ناعمة. خلينا نشوف كيف صار الخليط. شايفين كيف ناعم جدا، تجانست المكونات وصارت بتشبه العجين، طرية ورطبة وزي ما ملاحظين دبقة شوي. رفعت صدور الدجاج من الفود بروسيسر وفيها نفسها. رح أبدأ بطحن حبة بصل واحدة قطعتها لأرباع، وحبة واحدة فليفلة حلوة حمرة. استخدمت الحمرة لأنه فيها مي أكتر، سوائل أكتر، وطعمتها كمان أطيب. نقدر نستخدم الأخضر أو الأصفر إذا ما توفرت الأحمر عنا، حتى أساعد إنه هدول المكونين ينطحنوا معي بشكل أفضل وأستخلص منهم سوائل بكمية كويسة. رح أضيف لهم نص كوب مي. بس هاي المكونات اللي رح أطحنها مع بعض. بس صارت عندي المكونات كتير ناعمة بهذا الشكل. هيك بنكون انتهينا. خليني أفرجيكم كيف القوام من جوا. شوفوا معي، في عندي نسبة سائل كبيرة، والفليفلة والبصل صاروا كتير ناعمين. تماماً هيك بدي أوصل لهاي المرحلة. حضرت هون بولة أو وعاء صغير. رح أستخدم مصفاية وأصفي خليط الفليفلة والبصل اللي طحناهم داخل الوعاء هذا. مهم جدا هون اني اضغط كتير منيح على الفليفلة والبصل لأتخلص من كل السوائل الموجودة داخلها. طبعا السائل هذا اللي عم بنزل عندي هون انا ما رح اكبه بدي، رح استخدمه بالكباب وكمان بطريقة دهن الخبز، وهلا بفرجيكم كيف. وهون لازم يكونوا هدول الخضار المفرومة جافة تماما، ما فيها اي سائل. هيك صار عندي جاهز، شايفين هذا كيف جاف تماما، ما في اي سوائل، والسائل كله نزل عندي تحت. رح اخذ هدول الخضار مباشرة رح اضيفهم للدجاج المفروم. كمان رح أضيف معهم نص كوب من البقدونس المفروم ناعم. بالنسبة للتتبيل رح أضيف معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، معلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج استخدامها اختياري بس تعطي نكهة كتير طيبة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة ملح. حتى نتفادى أي زفر أو زنخ موجود داخل خلطة الدجاج رح أضيف برش حبة ليمون واحدة، باخد اللون الأصفر بس ما باخد الأبيض. وزي ما بتعرفوا أنه الدجاج رطب أو بدي إشي يمسك الخليط أو يجففه شوي معي، فرح أضيف معلقة كبيرة من الطحين. طبعا إذا ما تماسك معنا الدجاج أو ضل لسه رطب شوي بنقدر نضيف كمان معلقة. هاي هي كل مكونات خليط كباب الدجاج. رح أبدأ هلأ أعجن بإيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرك المكونات كتير منيح، لحم الدجاج مع البقدونس والخضار المفرومة والبهارات. مباشرة رح نشم ريحة طيبة، ما في ريحة زنخ أبدا لأنه البهارات اللي ضفناها، برش الليمون، كله رح يعطيني نكهة طيبة كتير. بس تتجانس كل المكونات يختفي الطحين والبهارات داخل خليط الدجاج، هيك بصير عندي جاهز. ضروري جدا اني اترك هذا الخليط بالثلاجة حتى يتشرب الدجاج عندي الطحين، يتماسك اكتر واقدر اكببه على الاسياخ. هلأ رح اغطي الخليط بنايلون راب ورح أخذه على الثلاجة على الأقل لمدة ساعة، يفضل نتركه ساعتين ثلاثة حسب الوقت المتوفر معنا حتى يتشرب الدجاج النكهات ويجف أكثر. أما بالنسبة للسائل اللي صفيناه من البصل والفليفلة رح أضيف له معلقتين كبار من زيت الزيتون، معلقتين كبار من صلصة البندورة، نص معلقة صغيرة ملح، ورح أخلط هاي المكونات مع بعض كتير منيح. بصير عندي هون صوص لدهن الخبز ودهن الكباب. رح أستخدم بوصفة اليوم الخبز العربي، هذا هو الخبز الرقيق زي ما شايفين. أنا فتحت أرغفة الخبز من الوسط، يعني رح أستخدم كل خبزة قطعتين، كل واحدة منهم رح أدهنها بالصوص اللي حضرناه مع بعض. باستخدام فرشاية مطبخ هون رح أبدأ أدهن أرغفة الخبز من الداخل زي ما شايفين، يعني بقلب الرغيف وبدهنه بالصوص بهالشكل لأنه ماخذ خواص البصل والفليفلة، كمان نعطينه إحنا نكهة طيبة
بإضافة زيت الزيتون وصلصة البندورة، فرح يعطيني نكهة لذيذة جدا. هلأ مباشرة كل قطعة خبز بدهنها بالصوص، رح أخذها على صينية الفرن المبطنة بورق زبدة. طبعا شايفين كمية الصوص اللي ضلت عندي، أنا خليت نص كمية الصوص لدهن الكباب ونصها بالضبط استخدمتها بدهن الخبز. هيك صار عندي شكل الخبز بعد ما دهنته بالصوص. زي ما شايفين دهنت كل الخبزة مع أطرافها، وهلأ رح أخذها مباشرة على الفرن تحت الشواية مباشرة لمدة 5 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي حلو. تحت الشواية مباشرة لمدة 5 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي حلو. بعد ما انتهيت من شوي قطع الخبز، شوفوا كيف أخذت لون خفيف. هلأ هي صارت عندي مقرمشة أو صلبة شوي، عشان هيك رح أرفع قطع الخبز أحطهم كلهم بصحن وأغلفهم بنايلون راب وأتركهم لحد ما أنتهي من الكباب. هون بيكون الخبز أخذ نكهة طيبة وتحمر، بس بنفس الوقت ضله طري. نرجع هون لعجينة كباب الدجاج. بعد ما طلعتها من الثلاجة رح أبدأ أشكلها. رح أستخدم بوصفتي لسياخ الخشبية، نقعتهم قبل بليلة، ممكن نقعهم ساعة أو نص ساعة حسب الوقت المتوفر معانا بمي حتى ما ينحرقوا معنا بالفرن. الأسياخ اللي استخدمتها هي هاي الأسياخ العريضة، ممكن نستخدم الستانلس ستيل الخاصة بالشوي، بتكون قصيرة وتفوت بالفرن. حضرت هون أنا صحن حطيت فيه نص كوب مي، رح أبل إيدي بس بالمي بالشكل وأبدأ أخذ من عجينة الكباب. ببدأ بسم الله الرحمن الرحيم أخذ كمية حجم قبضة إيدي، يعني بهالشكل. هاي رح تكون مناسبة لسيخ الكباب. رح أبدأ أخذها بهالطريقة هاي وأضغطها على السيخ من فوق لتحت. مهم إنه نبل إيدنا مي حتى تتلزق معانا قطعة الكباب أو لحم الدجاج على السيخ، لأنه الدجاج زي ما بتعرفوا شوي بيكون طري أو بيدبق أو بيلزق بالإيد. بعد ما أضغط قطعة اللحم على السيخ، بعمل بواسطة السبابة والإبهام هاي الحركة حتى أعطي إفكت حلو أو شكل حلو لسيخ الكباب زي ما شايفين، ورح أتابع بنفس الطريقة. أنا هيك انتهيت من شك كمية الكباب بالسياخ زي ما شايفين. شايفين ما أحلى شكلهم؟ كتير لطيف. مباشرة على الفرن هلأ. حطيت صينيتي بالفرن المحمى مسبقا على الرف الأول فوق النار مباشرة. النار مولعة من تحت على حرارة 200 تقريبا، رح يحتاجوا معي 3 ساعة ليصيروا مستويين وماخدين لون حلو. بعد مرور الوقت على الكباب رح نلاحظ انه اللحم صار مستوي تماما، بس لونه لسه فاتح شوي. هلأ بيجي دور الصوص اللي حضرناه من مية البصل والفلفلة، رح أدهن فيها أسياخ الكباب وهي داخل الفرن. بعد ما دهنت أسياخ الكباب بالصوص، رفعت الفرن لأعلى رف من فوق وضويت النار أو الشواية من فوق بس حتى أعطيهم لون ذهبي حلو كأنه مشوي على الفحم. وهيك بعد ما انتهينا من تحمير أسياخ الكباب، شوف اللون الحلو اللي أخذته بفعل الصوص اللي دهنته عليها. وهيك صارت جاهزة وننتقل مباشرة للتقديم. كمان بهاي الأثناء رح نحضر سلطة لطيفة وكتير طيبة بتتقدم مع الكباب عادة أو المشويات. رح أحتاج وعاء كبير. عندي هون 4 حبات بندورة قطعتها لشرائح رفيعة بهالشكل، كوب 1 بقدونس مفروم ناعم، بصلة 1 مفرومة جوانح ناعمة. طبعا كمية البصل اختياري، يمكن نزيد او نقلل حسب ما احنا بنحب. رح اتبلهم بعصير نص ليمونة، معلقة كبيرة سماء، بستخدم السماء البلدي الحامض. رح اقلب كل المكونات مع بعض لتتجانس وتصير عندي هيك اطيب سلطة للمشاوي جاهزة. في صحن التقديم رتبت شرائح الخبز اللي غطسناهم او دهناهم بالصوص بهالشكل، كمان قدمت جنبهم الكباب اللي شويناه مع بعض. رح أقدمهم كمان مع السلطة اللي حضرناها وطريقة تقديم سندويشة الكباب. خليني أفرجيكم قطعة الكباب قدي شكلها حلو. شوفوا اللون اللي حصلنا عليه لأنه دهناها بالصوص، كتير حلو شكلها من الوجهين. طبعا أنا قلبت ودهنت وحمرتها لأخدت هذا اللون اللطيف. شوفوا قوام الدجاج من جوا، رح يكون كتير طري على عكس المعروف عن الدجاج إنه ناشف، لأنه حضرناه بالطريقة الصحيحة. رح أخذ أولا رغيف خبز، بعدين رح أضيف قطع الكباب داخل الخبز بهالشكل، شوي من السلطة اللي حضرناها، وهيك أطيب سندويشة كباب دجاج محضرة بالبيت بكل سهولة ونكهة ولا أطيب.